اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد أن الوقت حان لمطالبة روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب إلى منحه مزيدا من الأسلحة الموجودة في مخازن حلفائه الغربيين. وقالت غرينفيلد مع بداية العام الجديد أن العالم سئم من الحرب والشعب الأوكراني يتوق إلى العودة للحياة الطبيعية، وقد حان الوقت تقف كل الدول معا لمطالبة روسيا بوقف حربها العبثية على حد تعبيرها. وينضم إلي الآن من باريس ناصر زهير، رئيس وحدة الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جنيف للسياسات الدبلوماسية. صباح الخير ناصر، وأهلا وسهلا فيك مجددا على البرنامج. إلى أي درجة تعكس تصريحات السفيرة الأمريكية الموقف الرسمي أو النية إذا بدك الأمريكية من هذه الحرب، وأين وصلت بها؟ نعم، صباح الخير وتحياتي لك ولفريق العمل والمشاهدين. يعني التصريحات الأمريكية الآن هي تأتي في إطار تغيير محدود في الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي الذي كان يقول أو بما معناه بأنه يجب هزيمة روسيا في أوكرانيا ويجب أن تجبر على وقف الحرب وأن يكون هناك دعوات لعودة القوات إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بل ومعاقبة روسيا أيضا على هذه العملية. الآن تغيرت اللهجة نوعا ما، بحيث أصبحت أن يكون هناك مطالبة لروسيا بوقف هذه الحرب، بالإضافة أيضا إلى تصريحات سابقة كانت للبيت الأبيض عندما زار ماكرون واشنطن، وقال أيضا بأن بايدن مستعد للحديث مع بوتين إذا كان لديه رغبة في إنهاء هذه الحرب. وبالتالي الآن مع كل الدعوات نحن أمام خيارين، إما أقصى التصعيد وليس عمليات محدودة كما يجري الآن لأن هناك إرسال أسلحة متطورة بالإضافة إلى تغيير استراتيجيات العسكرية الروسية، مع أيضا الاتجاه الآخر وهو التفاوض. دعوة روسيا إلى إنهاء الحرب هذا يعني الذهاب إلى طاولة المفاوضات، الذهاب إلى طاولة المفاوضات يعني تحقيق حل وسط بين الجميع على ما أعتقد، بين روسيا وأوكرانيا والغرب، بحيث لا يكون هناك منهزم في هذه الحرب، بالإضافة أيضا إلى أن يكون هناك آلية لوقف القتال قبل أن نذهب إلى منحدر التصعيد الأخير الذي قد يؤدي إلى مساس أو دعنا نقول الاحتكاك بين الناتو وروسيا بشكل مباشر، وهذا ما لا تريده لا واشنطن ولا موسكو. هناك تردد من قبل ألمانيا بالأحرى الرئيس الألماني نفسه بإرسال هذه العتاد المطلوبة أو الدبابات التي يطلبها زيلينسكي، ومزيد من زيلينسكي لا يتوقف عن طلب تلك الأسلحة المتقدمة، أسلحة أكبر أثقل. لماذا تردد أولاف شولتز بداية؟ وكيف ممكن الكلام عن حوار أو طاولة حوار يذهب إليها الجميع طالما ما زال بشكل يومي ليلي إذا بدك الرئيس الأوكراني يطالب بمزيد ومزيد من الأسلحة؟ يعني أولا فيما يتعلق في موقف أولاف شولتز، أولاف شولتز مع جزء كبير من السياسيين الألمان يعتقدون بأن إرسال هذه الأسلحة المتطورة والاستمرار بإرسال الأسلحة تعتبر خط أحمر في الصراع، يعني بأن الناتو قد يدخل فعليا في هذه المعركة أو في هذه الحرب، وهذا ما لا تريده ألمانيا بشكل أو بآخر، بأنها دائما تسعى إلى إبقاء كييف قادرة على مواصلة القتال وأن يكون هناك تنفيذ لالتزامات ألمانيا والأوروبيين مع الناتو، ولكن أيضا ألا يتحولوا إلى إرسال الأسلحة المتطورة، وعندها سيكون الناتو طرف في هذا الصراع، وعندها أيضا سيكونوا مضطرين للاستمرار في إرسال هذه الأسلحة، ولذلك هناك تريث نوعا ما في هذا الإطار. حتى بريطانيا على سبيل المثال التي أعلنت أو هي داعم عسكري قوي لكييف أيضا أعلنت عن إرسال 14 دبابة أو مدرعة، يعني الأرقام هي 20 مدفع هاورتز، يعني الأرقام هي دعنا نقول متواضعة للغاية، ولكن هي رسالة لروسيا أيضا بأن الغرب لن يتوقف عن دعم أوكرانيا مهما طالت هذه الحرب، وبالتالي يجب أن يكون هناك بوجهة النظر الأوروبية استمرار لإرسال الأسلحة. دعوات زيلينسكي يعني الغرب لا يعطي لها دعنا نقول لا يرسل الأسلحة بسبب دعوات زيلينسكي، بل يرسل الأسلحة بسبب طبيعة العمليات القتالية، يعني عندما يرى الغرب بأنه هناك حاجة لإرسال الأسلحة هو يرسلها، ولكن أيضا روسيا الآن قد تنتقل إلى الحرب الشاملة وهي المشكلة الأكبر.
عندما تقول الغرب تحدث عن الولايات المتحدة بريطانيا وأوروبا، لكن فعليا هل الغرب فيه أيضا، يعني هل الغرب منقسم؟ هل تتباين أهداف هذه الأطراف من هذه الحرب؟ خلينا نقول انه مثل ما بنقول بالعاميه يلي عم بياكل العصي مش مثل يلي عم بيعدها. اوروبا تعاني بشكل كبير من هذه الحرب اقتصاديا اجتماعيا وغيره، والولايات المتحده من جهه اخرى التي كما سمعنا على لسان السفيره تطالب بوقف الحرب، مش هي اللي عم تاكل العصي بالاحرى، عفوا كانت مستفيد كبير لغايه يعني الان الاوروبيين نعم الأوروبيين يعني هم كانوا أكثر من يتلقى الضربات ولا زالوا إلى حد هذه اللحظة، ولذلك الأهداف تتباين بين الأوروبيين. يعني فرنسا وألمانيا دائما منشر بأنه دائما مستمرين بالدعوات إلى التفاوض، وفرنسا حافظت على الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا والحديث مع بوتين بشكل مباشر على الرغم من كل الانتقادات الأوكرانية والأمريكية والبريطانية. ولكن أيضا الأوروبيين مشكلتهم بأنه لا زالوا تحت جناح الناتو، يعني بايدن أو الإدارة الأمريكية نجحت فعليا على الأقل مؤقتا بإعادة الأوروبيين تحت جناح الناتو، وبالتالي يجب عليهم أن يبقوا تحت هذا الإطار. ولكن أيضا على الجانب الآخر الأمريكيين كانوا مستفيدين صحيح من هذه الحرب في البداية، ولكن الآن إذا نظرنا إلى أرقام التضخم، الأخبار التي تقول بأن الولايات المتحدة باتت قريبة من التخلف عن سداد ديونها إذا لم ترفع سقف الدين، بريطانيا والأوضاع الاقتصادية الكارثية الموجودة هناك، يعني كل هذا يدفع الغرب إلى أن يدفع لإنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر. أيضا مشكلة أخرى لدى الأمريكيين، وهذه لم تكن محسوبة أو دعني أقول لم تكن الحسابات صحيحة 100%، هي موضوع الصين، لأن الصين الآن فعليا هي تلعب دور الولايات المتحدة في الحرب العالميتين الأولى والثانية، تقف متفرجة وتستفيد من الجميع، تستفيد من روسيا في عقود النفط والغاز طويلة الأمد، تستفيد من الأوروبيين فيما يتعلق في التصنيع، تستفيد حتى من الأزمات الدولية في بناء شراكات استراتيجية وأن يكون لديها دعني أقول تمدد للنفوذ السياسي والاقتصادي في آسيا وأفريقيا، وهذا أيضا ما لا تريده الولايات المتحدة. هي تريد الآن إنهاء هذه الحرب، هي ضمنت بأن الأوروبيين عادوا إلى الناتو، روسيا ستكون منهكة خلال العامين القادمين أو الثلاثة أو العوام القادمة، وتريد التفرغ للصين وأيضا تحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن كل هذا محكوم في الأوضاع القتالية على الأرض ونتيجة التفاوض. يعني الغرب لن يعطي لروسيا ما تريد، وروسيا لن تعطي للغرب ما يريد الآن على الأقل في الوقت الحالي. شكرا جزيلا لك ناصر زهير، شكرا على هذه المشاركة. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.